أخطط للحمل، هل في مرة فكرتي إنك تخططين للحمل؟ شنو يعني أخطط للحمل؟ هل الرياضة تأثر على زيادة نسبة الخصوبة؟ هل التغذية لها تأثير على الحمل؟ نمط الحياة له تأثير للحمل؟ من اللي يستعد للحمل؟ الزوجة أم الزوج؟ أو كلاهما؟ راح نتعلم في الكورس التغذية الصحية والرياضة الآمنة، بالإضافة إلى شنو الأشياء اللي لازم إحنا نبتعد عنها أثناء التخطيط للحمل. معاكم مريم بجروة، تابعوني على coursestore.com.